مرة ينطق بكلمة الاستقلال، والشخص الوحيد الذي تكلم ونطق بهذه الكلمة هو ميساك. Ils ont tout fait pour le tuer. Dans toutes les révolutions, ce ne sont pas ceux qui la font qui en profitent. ميسالي كان رجلا عظيما، لكنه ارتكب خطأ عظيما. كلهم اتهموا ميسالي بالزعامة، يقولوا كلهم كانوا يضربوا على الزعامة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا اللي يحكم الكرسي ما ينمش منه. مصالي الحاج على الجزيرة الوثائقية.